بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما قرنا إنه الدوبة إن كان كل بهذا وحولية هاي معرفتي stop recording معناه ذو حوالي ودوبة هاي عدا، لكن وهذا اللي جريه دوبة دوي بلابتي معنى المقال مركب وحفظها عن كم قلاية ما يكر مجرم كمبيوتر كيجا مركب هذه صارت هاي درس قاعد عن دوبة إلا مقال دون هذا ودي ما هاي لكن وان وقص علينا وقص علينا مركب أنت على داس يعني حلينا هنا إن شاء الله دان حلينا وين هذا وحكلنا يلي دون إن شاء الله باب الغسل قبيسكي أيو بابي هاي عشر كان مانت عن قادم دونه قبيسكا قبيسكا مانت كاقعد لأنه عشر كينا وقبيس وجيددي ستهي إن لغوبا نيسو عبادو عن إلهي سبحانه وتعالى عن عابدينه ما قبيس لو قد لي هاي إنه قفك اسكو قبوجيو أما سكون نظيف أو كلية، لكن قبيس أو وحوية كتعلقة، قبيس كتعلقة عبادة دين كتعلقة وي. مرك إن شاء الله ووصل نقول دوني، وفيه خمسة ضوابط، شن قاعدة أيان كبران دونا باب كان، شن تقاعدة قاعدة الضابط الأول وحوي موجبات الغسل. وحيابها قبيس كواجبية خمسة وشم قبيس كقفك واجب كل قضاء ولا جرب إنه قبيس شنش حاله ذو أما شنش شيء هذي له كو خروج المني مني هذي كصعب حد قفك مني هذي كتماده قفك يعني وقبيس بك واجباي لو التقاء الختانين لبدي جدنين لابد يقف إسقابي هذي كل ما أيجنا قميص بكو هجباي صدح خروج دم الحيض قبلي مسلمات هذي عادة أي كس أي كتم عضو يذن قميص بكو هجباي مركو ليجي كجوا خروج دم النف النفاسي ليجي للماذا مركي وكي ما عضو كجوا أنا إن قميص تكو هجباي إسلام الكافري قف قالها هذو إسلام أما قف دين تكبحي أو مسلمها حدود الدين تقصه نقضي إلين قاربه نقضي مركو إسلامه كذب إنه قبيس تواجب كوا قاعدة لابد الضابط الثاني شروط صحة الغسل قبيس كأن صحيح دي شروط أوليها إنه سبعة تضبشي شروط سي قبيس وأن صحه لرهب إلا هو تضبشي انقطاع ما يجيبه horta waxa qubaysku waajibay inuu go'o ma garatay waa inuu horta ka go'o yani aadan wali wixii ku dhex jirin ma garatay yani wa masalan mani ba ka timid markay ka timid oo ba maato kadib ay qubaysanaya anniyatu inuu unniyoodo inuu qubayskan ku banaysanayo cibaadada ilaahay ee waajibku ku ahayd inuu la yibaado al islaamu islaam inuu yahay qofka qubaysanaya ما عرفتي محي لي عبادة لو يعني لجودنا يا مركو إنه قفك مسلم يا هاي وقوم يسنا إنه عبادة دي سبوت العقل قفك إنه عقل لي يا هاي أو حجرنا يو التمييز إنه وح كلا سوء كراء دادي كلا سوء تضم أي وحي يعني ما عرفت تضم الجر ويا يعني ويا له المح وجاره وح المية روش سدح جر إلا لما الجر وصنعين الماء الطهور بيه طاهر ناوين لغو قبيستا وبيه نجاسة عن لغو قبيستا إزالة ما يمنع وصوله وصوله وحي قبيسك جركا جيني بيها قاران وديدا يئن لزوليه قاعدة سدحات فرض الغسل واحد يعني غسلك أما قبيسك وح فرضك واجبك وامت كريا كواتاتو تعميم البدن بالماء جركا إنا لو ذا جارسيو بيها تعميم البدن بالماء جرك إلا وذا جارسيو بيها
قاعدنا أفراد الضابط الرابع سنن الغسل سنوين كغس قبيس سبع وتدمون سنوين كمرك وحوي وح وناكسن مرك قبيس سنة سئنا قبيس كعو كم المغوا أين نقول يسمى ذا وقد أين يسمى به عليه الصلاة والسلام ده قبيس كعو قاب كي وقولنا ما استرنا ونقول أي وحوي كو إزالة ما لوثه من أذى يعني قفك وحي جاري أو معرتي إنه سكن نظيفين بيه أسير كيم أو مجركي سيجاري أو عوردي سي إنه سكن نظيفين إزالة ما لوثه وحي سجل مركع يعني لوث يعني جاري أو مركع كركي سي يعني معنى لوث خي سكلا ده دونته يعني وحي كركي سيجاري إنه سكن نظيفين أو سكن دقة الوضوء قبله إنه ويسي السوق وبيسك كهر وترك الرجلين لبضى عقودنا وكتبه ويسي سنة يا لبضى لغوط لقيد دودي مركي وقارو أيو جوجين يا مركا سوق وبيس سنة يا لغا عن حدو بردن بك يعني وبيسك مركو لمي أيو قارو لقيا غسل الأعضاء ثلاثا حمن والبو سيدح جارين ودقو أفر التيامون مذيقيسي لنا عميدكت إنو كب الله وبيه مركو قبيس سنة يا الموالات إنه حريريه وقبيس كهالمر ووضع حريره إلا وكذا ماذا أدلكو إنه جركي سمرمريه بيها وسنذي أردن وحسدا سنوين كبسل قوي غسل الرجلين بمكان آخر لبضع عقود إنه كنقو ميل كلا أو ماشي أم أهين ماشي كقبيسان هاي إنتو كدركم ميل كلا إنه كنقو صاصة سنع قاعدة الهودة بيسان وحويه الأغسال المستحبة تسعة يعني قبيس يدا وصنضة وصغال قبيس يعني قبيس الواجب أهم أجل أو صنضة أو لكن وناكسر أو شرعي ونعمري غسل الجمعة الجمعة دين لو قبيس كو من غسل ميتا قف دنتي قفكي نقا ميت هذا نقضو إنه قبيسة يعني وناكسر واجب معه لكن إنه قبيسة تخت أيها وناكسن للعيدين لبدا عيدود ولكن صلاة الآذة إن لو قبستو أيها وناكسن الإغماء قفك مير دبولما يعني قفك مير دبولما ومير كتغو مصوحة ولكن مير صدا إنو قبستو أيها سنة الجنون قفك واشا والد كبعض إنو قبستو المستحاضة هوانتي ديقو كشب ماي لكل صلاة صلاة البنية وقبيسة تأيى السنة يعني المستحاضة ليجي عادة المهن ليجي اسكشف ما يصعده يعني حنونوي أفتي كصعدي صلاة البنية وقبيسة تأيى السنة للإحرامي مركي أو عمراء محج لحراني إلا قبيسة تأيى السنة لدخول مكة أفكي مكة قلا إلا قبيسة السنة للوقوف بعرفة حاجة عرفة استاجي دون إلا قبيسة تأيى السنة واي عندما نقول مركا أنفاه فهيو نقاط يد عن كهذا لي يا قواعد يسجل ك شنطة هيد وحررت علينا باب الغسل وحررت عن كهذا لينا وبيس بها عن كهذا لينا يوح واجبي وح واجبنا أي أيها عن كهذا لينا مركو وبيسكو وجرك أول نقو وبيه لو ميرو سوادن مركا مرنا واجب النقضة مرنا سنة النقضة مرنا مباح بسكي هايو أفكا دو كنو لاضو وبيرا بنو سكشنو بس كبنان واجب السنة وحبا شاقوكما لكن بس كبنان تهي لكن قورت واجب كي هاي و إلا إيو انت حد عن شاقني ومعركتين شنطة حالضو واجب النقضة يعني معنى هذا صلاة ما تكن كرتير إلا أدخل بيسته فكو أرمها وكوة جبنا يقفك مكلف إنه أقو بيسته وشان حالده تنكواد بحي الخروج المني خروج المني مني ذو وديها كصوبها رد يدمر با مركي شهوة دريمان مركي شهوة دريمان بيها سمني الليلة مني ذو مد إلهي وكأبوره يعني كابورو محوها
يعني المح كأورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه رمضان ستجي مركة خروج المني مركة مني ذا مركة كسر بعض قفه وبيس بكوها الجباية أما ها وقصر بعض يسوق السوجي ذا أم يسوق هردة أم يسوق ها هردة لكن مركة وسوجي ذا علماء ذا وحي أشر ديان أن يكون بلذة إنه مركة كسر بعض يسوق معان سنة يو يعني شهوة دريمي معان دريمي واسيد قول الجمهور وحا مركة كم بقلن وفك يسوى مسؤولين وحبا كيمت أو يعني قيام با كيمت وحو دريمي مالك مرضا مباركي تاسوا كدو انت ما قلتي إنو هرتا مركة كسوى بحيس ودريمي وما يعني لذة أما معان ودريمي طلبات أن يكون متدفقا بيا أو سو بوذاينين بيا أو مركي سو بحيان سو بوذاية إيه ما أرتي يعني بيا مركي بحيان على دريمين إن الحين أو مركي سو بحيان إلهي سبحانه وتعالى القرآن كي سو كويري فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق إنسان كبل هكا في ريو وحلق أبوري إلهي وحير وحلق أبوري بيا سو بوذاية يخرج من بين الصلب والترائب لبدا دمبا رجل دمرما يعني رجل يعني محاها دمر كيس إيه كالحماها هوانكا يعني ما أعرف يخرج من بين الصلب والترائب سلاسة يكوفا السلام مفاسلين مركا بياها سمان إذا هدي كي ما دان قفكا سقو سو جيدا يا ولبدا الشردين لقهبا وبيس بكوها جيبايا سيدا درتد حديث وحاجرة صحيحة أو أبو داود النسائي أحمد يسوس عارين شيخ الألباني الكتاب إرواء الغليل وقصة صحيحية علي بن أبي طالب وحي للنبي عليه الصلاة والسلام وحي إذا فضخت الماء فاغتسل بيه دي كاس وبودان يهي معرتي ومن إذا وبيسو وي لكن أدقوا هردا دي كاي مادان بيهاسي من إذا وحالو شردنا يا إن بيها الأركو إن بيها زيها الأركو هدي أي ريتا يوحو في أي هيد لكن مركي أي هردود كك علي وحقيانا ما أذن أرك مركي هدي سيدا تهي دي قبسكو قبو واجباي لكن هدي أد بيها أركتو أو وأنا كريوتي مركز قويس وكو واجبية هاي ما بقدر يعني وحبا هي ما أرك وحبا أركتي ماله لكن مركز سوك عظيمة بيه أركتي مركز قويس وكو واجبية حديث أم سلمة وحوت الماما يا إن أم سليم هواني اللي راد إن النبي أتمت السؤال ويديسي وصحابيات أم سليم وحيتر إن الله لا يستحي من الحق رسولك الله إلهي حقك كما حشوضا سؤال لقح الشوضا يرتعين النبي ويديسه أو وجد جوابه مركب جواب جوجل بيجان إيسا يعني خرطع بيسيسا ميسان إيسا سؤال شيء سو ودو سؤال عادي أما شيء جديد هذا أو حل لقح الشوضا لكن حكم شرعي با كرت ماي دين با رفضتك هنا وقف الإنسان حكم كدين أهل عبادته لا كنت تعلقه وحيث الإله حق كمش حشوده فهل على المرأة غسل إذا احتلمت هوين إذا مقويس باكوا جبي حدي منكة مادو إذا احتلمت حدي منكة مادو سلاسي سؤال شتويدس يدو هردائي كتمت أما يدو سوجدي كتمت يعني إذا احتلمت ومسألة شرعية أو لو يدين أيو هذي وحي أن لو يدينين هذا هو دي صلاة دي لسكتو كدو هذي صلاة دي ما أصحش قال النبي وحي نعم ها وبس بكوها جبايا إذا رأت الماء بيها دي عركتو بيها دي عركتو وبس بكوها جبايا مركا وانت المعني وفك مركو يوردو هذي كل رياضة مقرتي إلا بدي إسقابي وكلا إيو مارت أيو هردة أيجو يعني
isu galmoonayo, kadibna yani biyo la arko markii wala soo toosay qubays baa waajibay. Laakiin haddii riyo tahay aan waxba la arkin, ma garatay biyo iyo waxba qoyaan aan la arkin, qubays waajibi maayo. Taas waa marka khuruujul mali, meesha aan uga baxo. Tan labaad, iltiqaau alkhitaanayn, labadii gudniin inay istaabtaan ama ay isgudbaan ama ay isgudbaan. Abu Hurayra xadiiskiisii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey xadiiskana Bukhaari oo Muslim labaduba ay soo saareene, rasuulku wuxuu yidhi idaa jalasa bayna shucabiha alarbac uma jaxadaha faqad wajaba alghuslu. Yani qofkii zawjka ahaa hadduu afarteedii adin uu fariisto haweeneydii kadibna uu galmoodo, yani xubnihii ay istaabtaan, qubays baa waajibay, ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam. Caaisha sidoo kale waxay leedahay xadiis kale, nebigu wuxuu yidhi idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana wajaba alghuslu. Xadiiskaasina waa sadax, imaam Tirmidhi, ibnu Maaja iyo Axmed, sheekh Albani irwaa alkhaliil ku saxiixiyey irwaa alkhaliil, wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xubinka yani gudniinka xubinka gudan haddii uu gudbo xubinka kale gudan qubays baa waajibay. Yani haddii uu gudbo macnaha marka taas waxaa ka yani ka dhalanayso yani hadday xataa yana biyaba ka imaanin qubays baa waajibay. Marka iltiqaau alkhitaanayn shardi ma aha keliya marka qubays baa waajibayo inay biyo yimaadaan, taasuna halkaasaan kaga baxaynaa. Tan saddexaad, khuruuju dami alxaydi, dhiiggii caadada ayaa ka yimid haweeneedii, dhiiggii caadada ayaa ka yimid. Markaas dhiiggii markuu ka yimid oo ka go'ay waa inay qubaysataa muddada ama ha gaabnaato ama ha dheeraato, marba dhiiggaas hadduu u yahay dhiiggii caadada, dhiigga caadada iyo dhiigga kale ee dhiigga caadiga way kala duwan yihiin. Calaamada lagu kala gartaa jira waa tilmaami doonaa insha allah. Sida Caaisha radiallahu canha ay warinayso, Faatima bintu Xubaysh haweeney layiraahdo ayaa nebigu weydiisay su'aal, faqaalat innii ustaxaadu falaa athur afa adacu salaa. Nebigay su'aal weydiisay, waxay tiri aniga waa la ishubayaa, dhiig baa iga shubmaya, dhiiggayga iska socdaa, falaa athur maba daahir noqonayo, dhiig iga istaagaya male, dhiiggan waa u socdaa, subax waa socdaa, duhur waa socdaa, galab waa socdaa, habeen waa socdaa, falaa athur ma daahir noqonayo, afa adacu salaa, salaad ma iska daayaa? Dee meeshii najaasa taale salaad la'aan ma iska joogaa? Qaala nebigu wuxuu yihi laa, salaad dayn maysid, salaad waa tukanaysaa. Bal fiiriya dadka siday salaad u fudaydsadaan ama wax yaroo marmarsiya ugu raadiyaan, daahir ma ihi iyo marada najaasa iga iyo weyse la'aan baan ahayo, markaad guriga taga adhowdii oo dharka iska bedelaa weysiistaan tukanayaa iyo yacni sida yani salaada ay u weyn tahay oo wax ma jirtaan lidi adigoo dhiig kaa socda salaada ka tegi maysid. Ina dalika cirqun, kaas waa xidid buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, dhiigga sidaas u shubaya kii caadada ma waa xidid yacni wax noqday oo markaa ka imaanaya dhiiggaas. Walaakin daci salaata, salaada ka tag, qadra alayaami alatii kunti taxyidiin, maalmihii adiga xaydka aad heli jirtay qiyaastoodii salaada ka tag, uma iqtasili kadib qubayso wasalli tuko. Hadda ka soo qaad gabadhan dhiiggeeda waa iska socdaa bishoo dhanba ama laba bilood, dhiig baa socda, dhiiggii caadadan waa imaanayaa, labadii dhiig baa isdhex galay, lama kala garanay, salaadii waa laga rabaa baa layidhi. See la yeelayaa? Waxaa la yeelayaa nebigu wuxuu yidhi maalmihii adiga aad dhiigga caadada kugu dhici jirtay hadday lix maalmood ahayd ama toddoba maalmood ahayd ee caadadaadeed aad taqaanay, lixdaas iyo toddobadaasi salaada ka joog oo iska dhig inaad caado aad leedahay, ma aragtay? Inta kale 24 kale bisha ka hartay ama 23 bisha ka hartayna tuko iyadoo dhiiggii uu kaa socdo. Marka dhiiggaa kaa socda maxaa la yeelayaa? Intay tagto suuliga tagto, ay iska dhaqdo, iska nadiifiso,
أي واحد كان صاريسا ما طبعا صلاة ربنا هنا هو بيسة السنة صار كده دونه كده وويسة سنيسة ويتكرسة أنت أي صلاة كنت تستوحي ما هذا وعفس صلاة أنت يعني وعفس أو لقى لقى دون ماي بس هذا أحكام تسوالا لي الآن لبرنين سلو تكرية ده صلاة دي ما أركتي ولا ضيعيا صلاة دي ولا ضيعيا أو حتى دتك يقول عادي أبي بدي أيام أو تكنكر وياي مركا نبي عليه الصلاة والسلام كويل سدى أيام مركا هدي عد التقانو بش أول كذي لحظة مع المض أوري دينو كمود عجري لحظة مع المض كجوك صلاة أما تدور مع المض أوري هدي بش لحظة كمود عجري بش لحظة هذه لحظة أما تدور كجوك آخر كدو كأجل عجري لحظة أما تدور كجوك هدي آذان تاس كواريرتي ليغا نوعيسي كوكالا سوق هدي ليغان ليغ عادي او مدبك ارتي سبا اللي يقال ليغ عادي او يهينا هذا هو حيث ليغ عادي هدي ليغ بدو او ارقال لا او يهينا وليغ عادي مركا كاس مركا يتاهي يعني معلميها عادي كوهن جيتي كجو خروج دم الحيوي إساقنا ويقوميس بواجبنا مركا دقور موي markii dhiig uu ka istaagay markii dhiig uu ka istaagay sidoo kale xuruuj dami nifas dhiig dalmada haweenid waa mushay dhiig baa ka socda ama wuxuu ka socon kara 10 bari 20 bari 30 bari 40 bari magaraas waxa ugu badan ilaa 60 bari marka intuu socdo maya markii dhiig uu ka go'o markaasi hadduu ka tu حقو بيسة تاني حقو بيسة تان أفراد الشنات مثلا الإسلام الكافر قف كي قال كإسلامي ديس هدو قف قال إسلام حقو بيسة نبي عليه الصلاة والسلام من قيس بن عاصم أيو حولي أنه أسلم وقت النبي إسلامي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسد إنه كقو بيسة بيجيت قبة النبي عليه الصلاة والسلام وعمري ذات كلو صلى إسلامين النبي إنه قبيستان وعمري لأن سمارك قف كهدي أسوه قال صلى إسلام إنه قبيستان اللي هاي حتى هدي أسوه مسلم الدين تكبحي حتى ما دي بقصوه نقضي إنه قبيستان إستغانا واجب كامحي لما كو الدين تكبحي واقالو حتى ما دي بقصوه نقضي إلهي فضيس شروط قبيسك شروط قويسك فاهم بدن وما باهنا محايله هران وقصوا حضرني بركي عن كعب لأنه ويسد انقطاع ما يجيبه وحي واجبنا هنا يقعان مثلا بيجي أسوه كاس صعودة مو قويسة كرسد وين ورد ليجي كابا النية نية ذا دو اينا يتاعينا اسكاق قادو وحن حدث كان سيعة صلاة دي عبادة وقبر نيساته الإسلام وين وقف مسلم يعني العقل وين عقل ليه التمييز وإنه مميز يا قدر قفح كلا سوري كان الماء الطهور بي طاهرة وإنه كقبيسته إزالة ما يمنع وصوله جرك وحي أودي ذا بيها إذا يقارن إن لقى الزولي أو لقى قاضة تامر كفاح فاهم تهد هراء وصول الشكل ضابط كأفراد وقاعدة أفراد شيء فرض كمرك اللي قبيسنا أيو وقفر بينه فهميته بيها وإنه جركي سوى لنقارن سن إعرب مقرتين مال والبو بيها وإن لقاسي تعميم البدن بالماء بيها وإن لغو يعني لغو عميمة لو ذا قارسية جيرك أوتنا تعميم البدن بالماء يعني بدنك وإن لغو لو ذا قارسية بيها ما أعرف تاس قاعدة دي أفراد الضابط الرابع قاعدة دي أفراد سنن الغسل سبع sunnooyinka oo qubayskuna waa todoba sunnooyinka marka waxaan leedahay waxa weeye ee waxa hadii la helana ay fiican tahay oo nabiga uga deeyayna ajr aad ka helisid hadii la waayo qubayskaaga uu ansaxay inaad biyaha korka aad wada gaarsiiso oo isku shubto tubada isku furto baa ku filan laakiin sida qaabkan hadda tilmaami doono ya ma aragtay أيام أرتي سنن الغسل إن شاء الله ما أرتي أيام تلمامينا وهي سنن الغسل
إزالة ما لوثه من أذى. يعني وحي جاري كركي سأو به جركي سأي عوردي سأي إنه إنه سكر زولي سكر نظيف. لحديث ميمونة ميمونة بنت الحارث وحاسك النبي به الحديث كذي. وفيه وحي النبي قالت وفيه حديث كما حكسه أن قالت ميمونة تري وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة. نبي وحور صار بكتين بيو جنابة السجى كريالة وضوء واو مرك الجود بيها على جوا وضوء واو هذه الجود الفلك ويسد على هذا وضوء الجنابة تبو صار بكتين بيو وجنابة وقريسته فأكفى بيمينه بيه وحكو صار رجيه وحكو صار شوي ميدك تيسي آه على شمالي قعنتي سبده قعنت ميدك تو بيو كشوتي تي بده عدنا كل صار شوي مرتين سوى قعمه على على دقاي ثلاثا ثم غسل فرجه عورضي سير دقاي النبي عليه الصلاة والسلام ودقاي آه ثم ضرب يده قعنتي سيبو كل فتي بالأرض لولكا أو الحائد يا مدربي مرتين إلى مجر ثلاثا ما هذا ما هذا لولكا عيدي وقعنت مرمريسي وسقط لكن هذا بواس كذي وح جلي كلا حيامه أو ليكويدز أوها قعمه على قول نظيفين ما قرتي أو قعمه على قول نظيف واجد صابونها وحن هذا دتك وهي سن بين هيسن مركز عيد قعنت صاب مرمري مركز بيها دم السقط بقي سير سجل زوليو وحي مثلا هدي أرأي ليهن أنا وحي لا مذا آه مركز عورضي بلقي قعميز وسكنقي وحكمه كم إذا السنة الوضوء سنة الغسل وحكم إذا الوضوء قبله مركز عورضي ونق كذب وويسيس قبله قبل الغسل وويسك كهر وترك الرجلين لكن عليه وكتجي يعني قعميز بلقي واللغلقي وجه بلقي قعدت مدك تيب مدح ومسح دقي عقت مركو نقي لها وجوجي بي وسكش شوي مرك بي وسكش شوي هذه طبطة هاي ما دو بالدي وصوت درسنا هاي أي تاي كدي مركو نم لا يستيو بي وذا قارن يو أنتو كد دركي لقت مدك تنا قارو نقي تيب مدح تنا قارو نقي سدا حديث كما يبونا وحاسك النبي قاعد يقول توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجلي وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. النبي عليه الصلاة والسلام ويسدي صلاة وكلا ويسستي مركزه مركي هراء عوردي صدقي كده ويسدي صلاة وكلا ويسستي مركزه بيه سكشوا ثم تنحى وكدر كي فغسل رجلي ماشي وكدر كيو عليه السيب اللقي تاس مركوا السنة سداس إلى بيه شو السنة لكن واجب معه إن البيع سكش شبته كلية أيقوق فلان هو ما عرفتي دل ذلك على أنه يستحب للمغتسل ساتو حيث سيسعين السنة هي أمو ملاكسن تهيقفك قومي سنعي إنه سيدي ويسدى ويسيستو مركو هوري عقاها نقود ديبو لغو ساسو كاري مركي البيع سكش شبه كده منه لويسو نقو واسيدا سيدو نبي بيالي قوله غسل الأعضاء ثلاثا إنه حبيب والموسيدة حجير نقو رسولك عليه الصلاة والسلام عائشة صدي لضي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه حديث البخاري مسلم الصوصاري عائشة صدي لضي النبي عليه الصلاة والسلام مركو جنابك قبيسناي جناب محلنا وقبيسك كو واجبنا ان لتي ما دو مركي غلمت ما دو من في حاسك سو غلمود اما اي منكه ما دو يعني ايالنا غسل جنابه ما عرفتي بركه جنابه مركو كقبيسناي غسل يديه قعمي سيبو دقي وتوضا وضوءه للصلاه ويسدي صلاه وكله ويسستي وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل وقوم مركز به يسكشه ثم يخلل بيده قعمه سجلجلي شعره تماه جذوه حتى إذا ظن مركو أملي أنه قد أروى إن ورى به بشرته جركسة تماه جذوه بيه يعني يعني به جارين وعليه أفاض عليه الماء ثلاث مرات سدح جرو به يسكشه مركز
ثم غسل سائر جسدي جركي كلا يطقي ومرمري به ورك جركي رصاص ومارس ورك واحد لود اللي شنا يوحى ويبيه وسكش شوي مدول سدح جير ما عرفتي أنه أفاض الماء عليه ثلاث مرات سدح جير بيه وسكش شوي جير كلام وسكش شوي واس مرمري هذا وسكش شوي واس مرمري هذا وسكش شوي قوله التيامن مدي جيسي إيه إنه مدي تكبر لابو لانك مدي وسكش شوي حد المركز يعني لم كي بدأ مركز منا عميدك تكبر لعبي إذا وصلنا يبدأ في الغسل بغسل الوجه اليمنى وجه لنا عميدك ثم اليسرى لنا عبده عائشة صلى الله رضي الله عنها وحينا الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحا يعجبه وياب جلي وجعلها التيامن مذيقيسك في ترجله مركز كبه قشنعي ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله كما قش الشديسة إيو يطهار قاد الشديسة إيو أرمي سوطن إيو مركو شاملي سنعي ترجوله مركو شاملي سنعي لأنه عميدك تو كب الله بجري مركو كباها قشنعي لبت مدك بو قشن جري مركو قوي سنعي لأنك مدك بو بيها كشو جري كدبنا بذيح وفي شأنه كله قوله الموالات إن مركو قويسكي وحريره إنتا بيها لأنه عميدك تو كشكتو آد سكدي سو مايا وعبار سكشها كيسو بي لانك كانوا وضع المرك يعني وضع لميست وليس كان لميست الدلك مرمرين جيرك المرمرية بيها إذن هو سنة بيها إنا سكشك تجيرك وضع قارسي سوائيين كتا لكن إنا المرمريسا وحيكينيسا إن بيه ميلو الماء يقارا تنقود دم بيسو غسل الرجلين بمكان آخر عقاها إنو كنا قو ميل كالي أو قارا تاس الحديث كي ميمون عن صومرني ثم تنحى فغسل رجليه وكدر كيماشيو قعمه عجيب وكرقي قاعدة الشنات الأغسال المستحبة وبيسيها سنضاء يعني واجب كأهل وصغار غسل الجمعة وفي صلاة جمعة سوء آذي إنو قبيستو يا سنة وناكسا نبي وحويل غسل الجمعة واجب على كل محتلم حديث كاسبركة واجب تاس يعني وجوب كي أو قفكي أكتغى دمي وكل عايمية مسا ومعها يعني وحوي حد ما دام وكدر غسل يعني الأغسال المستحبة سلا صافي عن معرتي واجب ومعرتي تنزيه قفك قويسك الجمعة قفك استوقانقارة يواجب يعني وفي عنته إنه قويستوي يا نبي يقول من جاء منكم الجمعة فليغتصب بخاري مسلم صلى الله عليه وسلم خفكي الجمعة إيمانها سوق ويستو نتك أهل العلم قال مركب علماء قاركود واجب وحوالي يكسدين إنه قويسك الجمعة إنه واجب تحي لكن علماء بلغ كود وحير هذين ومستحب وصنوي وحال واجب لماذا كل حين أي حديث كلاه النبي عليه الصلاة والسلام ويسجل ما عرفتي صحيحة إنه النبي يقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل قفكي ما لس جمعة قبيستا يعني قبيستك سوى وحفي عن وآدي وحبون لكن قفكي ما يقفكي هو يسيس الجمعة يا ووحفي عن ويسلس وناكسن لكن قفكي قبيستا قبيستك يا فضي بضا خاصة مركة يعني كوا يعني كوا عناي واجبني ماذا حديثك هو عن سؤالني مركا تنكلم من غسل ميتا قف ميتة قف كذا ميت قف بعد بنتين مسلمين بعد قيس رجل رجل ورقة دمر كم دمر قف كي واحد قي إنه قبيسته أي صنعة قف كي من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قف كي ميت بقى قبيسته أيه من بعد واجبه وصنعة قف كي ميت كي قادنا هو يسيستو سير واجب ما هو يسلاس ما قال الإغماء للعيدين بالله لما بدأ العيدون إن لو قويستو أي إيذانا وناكسن أو إيذانا حديث أي تسيس يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر يعني مع الماس وسئل علي عن الغسل علي بن أبي طالب قال له ويدي قويسك وناكسن عن السنة ما ننت جمعة ما ننت عرفة ما ننت عيد الأضحى عيد الفطر للإغماء أفكي الإغماء
of kimir dabolma ya of kimir dabolma inu qubaysan laga rabo isagana ah of kimir dabolma oo mir ku katago inu qubaysan laga rabo waxa uu dalila hadiiski aaysha nabiga markii uu xanuunsaday xanuunki isagoo nabiga markuu aad inta uu xanuunsaday ayaa uu mir beelay thumma afaqa markaasuu soo toosay iyadoo salaadii la galay salaadii faqaala wuxuu asalan ma salaadii lama galine waxa uu yidhi nabiga saxaabada idan bay ka sugayeen oo dee nabigana uu xanuunsanaa gurigiisa masaajidku ku dhex yaalla asalna annaasu dadkii ma tukadeen qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuul allah may aday ku sugayaan qaala dacuu lii maaan fi lmikhdab faqacda faqtasab igu shuba baafka biyo ayuu yidhi waa loogu shubay markaasuu ku qubaystay markaasuu soo baxay oo dee dadkii u yimid oo la tukada falgusu fi lqmaai mustaxabun waxaa la mid a aljunuun aljunuun waalida waxaa looga qiyaas qaatay miirdaboolanka hadda aan soo sheegnay tan kale almustaxabatu haweenta dhiigga uu ka shumaayo dhiigga caadada lahayn ayaa iyadana likulli salaatin inay u weysiisato laga rabaa oo saasaa fiican sunna ah lilixraami qofkii cumro xiranayay ama xaj marka meesha uu ka xiranayo uu joogo inuu qubaysto oo yani weysiisto oo yani labadiisii go-aad ninkii ragga ah haweentana dharkeeda caadiga ah asturka ah kadib haday bacda salaad markii la tukado kadib inay xirtaan xajshi ama cumradii labayk allahuma cumratan labayk allahu xajan marka aad inay qubaystaan baa fiican lakin iyagoo qubaysana hadday iska weysiisaan oy xirtaan waa yeeli karaan lidukhuuli maka maka markaa soo gashayna inaad qubaysato ayaa sunna ah lilwuquufi bicarafa carafo istaageedina waxa weeye waxa iyadana waxay noqonaysaa iyadan in loo qubaysto ayaa fiican marka insha allah darsigeena maanta halkaas ayaan ku istaageyna saddexda baabee u dambeeya oo baabu tayamu iyo baabu izaalati najaasa iyo baabu lxayl saddexdaas waa isku daraynaa casharka soo socda si markaa kitaabu salaa hada salaadii baan salaad weli ma gaarin salaadi waxaa ka horreey weyse iyo muxuu ah tayamum ama boorays iyo qubays iyo waxyo salaada ka horreeyey baan dahaaradii isu diyaaradii salaadi iyo isu nadiifinteedii baan weli ku jirnaa markaas kadibaan salaadii bilaabi doona haduu aan la yiraahdo darsigeena maanta marka intaas ayuu ku noogu joogsanayaa وبارك الله فيكم على حسن السماع على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته